بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 64 من الكتاب 13، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. ده مذهب الجمهور، يعني في مذهب مقابل حنقول. طب افرض الانسان مش ناوي يسافر يعمل عمرة ولا يعمل حج السنة دي مثلا، يسن له انه يرسل هدي مع واحد مسافر ويذبحه له هناك، وقاعد في بيته انه يرسل معه الهدي ويقلد هذا الهدي، يعني يعلق في رقبته قلادة كما قلنا وفيها نعل، وأن يشعره إن كان من جنس البدن اللي هو إيه، الإبل والبقر، الإشعار اللي احنا شرحناه قبل كده إنه يجرح السنم ويترك فيه أثر وعلامة، وإن كان غنما يقلده فقط، واضح من جنس الغنم، وأنه إذا أرسل هذا لا يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام لأنه قاعد في بيته، يبقى لا يحرم عليه، يبقى بيرسله مش يفضل بقى كأنه محرم في بيته مستنى ما يصبح هناك يحل، لا. وإن كان في مذهب مقابل وهو مرجوح والدليل على خلافه، ذهب إليه سيدنا عبد الله بن عباس وأخذ به أهل الرأي، وهو قول عن بعض الصحابة أنه يظل محرما حتى ينحر هدي الذي أرسله هناك، يبقى يحرم عليه محظورات الإحرام مع الثياب، يعني يلبس ثيابه عادي، يبقى إحرام نص نص، يعني بيلبس ثيابه لكن لا يتطيب، لا يقص شعره، لا يقص شاربه، لا يقص أظفاره، ولا يقرب الزوجة لحد ما يصبح. فهمت بقى؟ في مذهب يقابل، لكن الراجح أنه على خلاف ذلك، لأنه يظل على حاله على هيئته. وهذا الأمر طبعا سنة أصبحت الآن محدش بيعمل بي. نادرا محد بيبقى قاعد في بيته هنا وبعت حد يذبح له هناك، ده بيروح هناك مش عايز يذبح أصلا، واخد بالك؟ قليل، لأن إيه بقى حب الدنيا يعني والحرص على جمع حطام الدنيا هو يغلب على الناس. لكن كان زمان كل ما يبقى معاه مال يبقى عايز يطلعه لله قبل ما يموت، عايز يطلعه لله قبل ما يموت. وعن أبي قال بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 56 بعد 203,000، قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة، يعني يرسل وهو قاعد في المدينة هدي مع المسافرين للعمرة والحج، يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي. تفتلها يعني تغزلها، يعني تعمل الخلادة تعملها هي من الصوف، تغزلها شغل يدوي كده، فأفتل قلائد هدي، يعني هاند ميد، دلوقتي بيسموها ايه، هاند ميد، لما تبقى الحاجه معموله صناعه يد وتبقى غاليه بقى، حاجات صناعه اليد دي اغلى كتير. ليه؟ لان بتبقى فيها كان فيها حياه كده، لان اللي عملها مش مكنه، بتبقى ليها رونق كده، بيفهمها اهل الذوق الرفيع يفهموا المعنى ده، لان بيبقى فيها جزء من صانعها عاطفته، بخلاف المكنه تديك الحاجه كده ملهاش طعم،
ولا روح. يعني عارف الزخرفه بتاع الكرسي ده لو كان عاملها انسان كانت تحس انها بتكلمك، انما دي عشان دخلت المكنه زخرفه جميله اه بس ما فيهاش روح. انما هات كرسي زي ده بقى الزخرفه دي عاملها واحد يتباع بثمن 10 اضعاف الكرسي ده، لانه فيها روحه. فهمت ازاي؟ وفيها عاطفته. اهل بقى الناس اللي عندهم رهفه تحس يدرك الصنعه اللي معموله بالمكنه والصنعه اللي معموله بايد انسان بالنظر ليها كده يشعر بيها، وعشان كده تلاقيها غاليه الهاند ميد دي. فهمت؟ فستنا عائشه كانت بتعملها بايدها، تغزل ايه القلائد دي اللي كان النبي الفاح حوالين هديه، هي اللي تصنعها سيدتنا عائشه. فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، وده دليل الشافعيه ومن وافقهم اللي هو الجمهور في انه من ارسل هديا ليصبح هناك يظل في بيته على عادته، واخد بالك، لا يكون ايه عنده اي حظر من محظورات الاحرام. وعن ابي قال وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله. طب وانت في الزمن ده تعملها ازاي؟ الوقت بقى الهدي بتدفع صك عند ايه؟ عند البنك هناك في المكة، فممكن وانت قاعد هنا تدي الواحد 500 ريال تقول له والله ايه يبقى ادفع لي صك هناك، يبقى كانك انت ارسلت هدي وانت قاعد. ممكن تحيي السنه دي بالطريقه دي. صك الهدي اذا كان خراف جنس الخراف بيبقى ب 500 ريال الوقت ده، واذا كان من جنس الابل هتضربه في 7. يعني عايز تذبح جمل هناك هتدي له كام؟ 3500. 7 في 500 3500 ريال. بيروحوا يشتروا شويه بضاعه صيني مضروبه هدايا ب 5000 و6000 و10000 ريال، وتيجي تقول له يا سيدي ادفع لك بس 500 ريال هدي هتبقى لك عند الله في الاخره. لا، يشتري طواقي، يشتري مش عارف ايه، ويشتري شويه هدايا شويله وما يقدرش يدفع هدي. شفت اللي بيحصل من الحجاج بتوع اليومين دول؟ الاولى ان هو يعمل الحكايه دي ويحيي سنه وهتبقى له يوم القيامه، بدل ما يجيب بضاعه صيني تستعمل مره واحده وتبوظ بعد كده. لكن هي الناس عايزه تتعلم، ما هو الناس لما تتعلم تعمل. ليه الناس بتعمل بخلاف ذلك؟ لان ما تعلموش. بس فهمت ازاي؟ فانت لو علمت الناس هتبص تلاقي ايه؟ يعني سنن النبي تحيا مرة أخرى. وعن أبي قال وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها مستحضرة ومتذكرة الحالة دي، مش قادرة تنساها يعني. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها. والإشعار قلنا أنه يجرح السنم الصفحة اليمنى من السنم ثم يسلت الدم عنه ويتركه حتى يكون علامة، وأن الإشعار سنة ذهب إليها الجمهور، وأن الأحناف قالوا أنها نوع من المثلة ولذا لم يقولوا بها لأنها إيلام في نظرهم بغير ضرورة، إيلام بغير ضرورة، والإيلام بغير ضرورة حرام. واضح؟ لكن كون النبي فعلها تبقى مستثنى من هذه القاعدة. وقلنا أن الإشعار هذا يكون في إيه؟ في الإبل والبقر، أما الشياه فلا تشعر،
وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بكم. فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن أبي قال وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن يعني من صوف صوف مصبوغ. العهن اللي هو الصوف المصبوغ كالعهن المنفوش في الآية مش كده برضو؟ العهن يعني الصوف المصبوغ كان عندنا من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وهذا الحديث حجة للشافعية على الملكية لأن الملكية عندهم لا تقلد الغنم، القلائد تكون لجنس الإبل والغنم لا، لا تقليد للغنم عندي في مذهب الملكية. وهذا الحديث حجة للشافعية على الملكية والشافعية يقولوا تقلد الغنم وتقلد الإبل أيضا. والقلادة هو ما يعلق في رقبة ما يذبح حتى يصير فيه علامة فإذا تاه في الطريق من أحد يرده إلى الكعبة إلى البيت. لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم. مهمة دي حط تحتها خط وتقول خلافا للمالكي لأنه لا يجيز تقليد الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. وده رواية تانية هي مع الشافعية في المسألة. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس. حتة ابن زياد دي على فكرة سهو، هو حقه أن زياد زياد بن أبي سفيان اللي هو زياد بن أبيه، لأن ابن زياد لم يدرك عائشة فيبدو أن هي سهو، كلمة ابن دي سهو هو زياد، ما تشطبش حاجة تكتب في الهامش ما فيش شطب، اوعى تشطب في أي كتاب حاجة، ليه؟ لازم تثبت الأصل الأول وبعدين بعد كده التصحيح يبقى في الهامش. هي دي سنة أمة النبي في المحافظة على تراثها، مش تروح شطبة وتيجي تطبع طبعة جديدة لصحيح مسلم ما فيهاش ابن يبقى ده مش صحيح مسلم،
اللي انت طبعتها وما فيهاش ابن دي مش صحيح مسلم. صحيح مسلم فيها ابن وان كانت خطا تثبتها. فهمت ازاي؟ عشان تحافظ على ايه؟ على التراث، ما تلعبش فيه، وبعدين تكتب في الهامش ما شئت. فهمت بقى المساله؟ فلازم الادب كده. لان صحيح الامام مسلم صاحب الكتاب اثبت هنا ابن. ممكن يكون سهو منه، ما يجراش حاجه، نثبت سهوه برضه. ونقول له انه سهل. وان هنا مش ابن زياد، لان ابن زياد لم يدرك سيدتنا عائشه. وان هنا زياد ابن ابي سفيان، الشهير بزياد ابن ابي. فهمت بقى المساله؟ كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. سيدنا عبد الله بن عباس كان يرى ايه؟ المذهب الاخر. ان من ايه؟ من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك. هو ايه؟ يعني بعت بهدي وسمع سيدنا عبد الله بن عباس يقول انه هيحرم عليه كل حاجه. فسمع ان سيدتنا عائشه بتقول على خلاف ابن عباس. فبعت لها رساله يقول لها طب ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ امشي على اي راي؟ فهمت؟ قالت عمره، قالت عائشه رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع ابي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. يبقى سيدتنا عائشه ايه؟ كانت تخالف كبار الصحابه طالما عندها دليل، وكان الصحابه يحتكمون في لا اليها ويذهبون اليها فيما يختلفون فيه. فهي كانت مجتهده كبيره، يعني ايه؟ فقيهه رضي الله عنها. وهنا ردت ليس باجتهادها، بل ردت بحادثه واقعه هي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الواقعه اقوى من المجتهد. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقولها اجتهادا، سيدتنا عائشه صاحبه الواقعه، يبقى كلام سيدتنا عائشه يقدم. وعن ابي قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يعني تصفق كده، كنت أفتل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي كده، فاهم؟ بتؤكد يعني. لأن يبدو أن الموضوع كان إيه؟ مسار مناقشة بين الصحابة. فهمت إزاي؟ فهي عايزة تؤكد لهم المسألة. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء كلاهما. شوف زكرياء أي مكتوبة بالهمز، إيه؟ لأنها لغتان. كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. طب أنا أرسلت مثلا البدن بتوعي وخدتهم معايا، او انا ارسلتهم مع من ايه؟ من وكلته في هذا الامر. فايه؟ فهل يجوز ركوب هذه البدن التي تذبح هناك استعمالها يعني؟ ولا لا يجوز ركوبها؟ في مذهب قال لك يجوز ركوبها مطلقا. ولكن ده ايه؟ ليس هو المشهور. المشهور عند الشافعيه والجمهور انه يركبها اذا احتاج اليها، اما ان لم يحتاج اليها فلا يركب. يبقى لا يركبها الا اذا احتاج اليه. كويس؟ مذهب المالكيه اظن والاحناف اذا اضطر اليها، والاضطرار اشد من الحاجه. لا يركبها الا اذا اضطر اليها. والاضطرار اشد من الحاجه. يبقى عندنا ثلاث مذاهب: لا يركبها مطلقا،
وفي مذهب تاني يركبها مطلقا، يبقوا اربعه بقى. وفي مذهب يركبها للحاجه، وفي مذهب يركبها اذا اضطر اليه. اربع مذاهب في ايه؟ في الهدي المرسل هناك. والجمهور على جواز ركوبها اذا احتاج اليه، واذا ركبها يركبها بالمعروف، يعني يحسن اليها ويطعمها ويريحها، مش يرهقها ويسوقها ليل نهار لحد ما ايه يهلكها. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه، هو ماشي على رجليه وبيسوق البدن، فقال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنه، ده هدي يعني للكعبه، انها بدنه. فقال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه، ويلك يعني هتهلك نفسك، تتعب نفسك، ايه جرى لك ايه؟ ادام محتاج تركب ركبها، واما توصل هناك بتبح، ايه المشكله؟ فاهم؟ لكن هو كانت عاده العرب في الجاهليه احترام السائبه والايه والوصيله والحام، ولا تركب. فما جعل الله من ايه من سائبه ولا وصيله ولا حام. لما كانوا يبعتوا حاجه للالهه بتاعتهم اللي عند الكعبه ممنوع حد يستفيد بيها، واخد بالك؟ ولا يحلبها ولا يركبها ولا يقرب لها، ملوش دعوه بيها. فهو ماشي على العاده القديمه، بس بدل ما بقت للالهه بقت لله، بس العاده القديمه. فهمت بقى ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز له ان يركبها لانه ليس معه مركوب غيرها. فهمت؟ ده كان ماشي على رجليه وليس معه مركوب غيرها، يبقى اذا احتاج اليها ركبها. وويلك هنا ليس دعاء له على الرجل، يعني هي كلمة عند العرب لا يقصد بها الدعاء لأنها خرجت عن معناها، لأن الويل معناه يعني إيه الجحيم، ومعناه النار، ومعناه يعني، لكن لا يقصد معناها. في كلمات تخرج عن معناها بالاستعمال، زي تربت يداك، أصلها افتقرت لكن معناها أغناك الله، استعملت بعكس معناها، زي عقرة حلقة. لما النبي قال كده وعرف إن ستنا صفية ما طفتش وحاضت، فالعقرة حلقة يعني أراك حابستنا، قالت لا لقد أفضت، قال إذا نذهب. أمام الحديث قبل كده. ففي كلمات كثيرة بإيه جاءت في اللغة، زي برضه ثكلتك أمك، مش معناها يعني إن شاء الله تموت، مع إن معناها الحرف إن شاء الله تموت، لكن لما تخرج من فم العربي ما يقصدش كده. ثكلتك أمك لما تخرج يعني أبقاك الله حفظك الله، تستعمل على عكس معناها. زي المصريين العوام لما يشوف واحد يعمل حاجة جميلة يقول له يخرب بيت عقلك، ايه الجمال ده؟ مش دي بتحصل في اللغة بتاعتنا المصرية العامية، لان هو ما يقصدش يعني يدعي عليه، ده هو معجب بيه، فخرجت عن معناها. واخد بالك ازاي؟ يبقى هنا برضو نفس الحكاية. لما قال له النبي ويلك، اصل لو قال للنبي ويلك والكلمه مقصوده والنبي كلامه مستجاب يبقى دخل النار. فهمت؟ لكن النبي ما يقصدش هذا خالص. فهمت بقى المساله؟ يبقى النبي كان بيستعمل اللغه العربيه على عاده العرب. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، يعني عليها قلادة يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها، فقال بدنة يا رسول الله؟ قال ويلك اركبها، ويلك اركبها. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال. ثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وراويه وخادمه في كبر سنه، ثابت البناني
وكان رجلا صالحا عابدا كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم كل ليلة. رجل عابد صالح، وخدم سيدنا أنس في كبر سنه وتزوج ابنته وروى عنه، ده ثابت البناني رضي الله عنه وارضاه. عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاث. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس قال: سمعته يقول: مر علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن، يعني وإن كانت. مر على مر، أيوه مر على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن. وعن أبي قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف، اركبها بالمعروف، يعني بغير إرهاق لها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، يعني إذا احتجت إليها، يبقى ألجئت إليها فهمها الأحناف وأهل الرأي، اضطررت إليها وفهمها الشافعية بمعنى احتجت إليها، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في القواعد الفقهية المعروفة كده، برضو الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وعن أبي قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. طب افرض الهدي اللي وساقه في الطريق مرض، ولو استمر على هذا يهلك ويموت، أو إيه أصيب أو جرح جرح شديد، طب يعمل له إيه؟ يعمل فيه إيه؟ فهمت إزاي؟ يذبحه ويتركه لأهل الطريق يأكلوه، ولا يأكل هو منه ولا رفقته، أدي الحل. يبقى عطب، اذا عطب منه شيء هدي يعمل ايه؟ يذبحه ويغمس نعله، القلاده بتاعته فيها نعل، يغمسها في الدم ويضرب بها السنم كعلامه، يعني يعرفها اهل الناس في عصر النبي، كانت دي علامات الناس تعرفها. وبعدين يروح حاطط ايه؟ حاطط النعل بتاعه ايه على رقبته ويمشي، فيعرف اهل القوافل اللي جايه من بعده والناس الماره ان ده كان الى الكعبة واصيب بعطب، فيأخذوا منه ما شاءوا، لكن هو لا يأكل منه ولا رفقته. واضح؟ طب ليه هو ما يأكلش منه ولا رفقته؟ عشان ما يتلككوش اي حاجة يقولك نذبح بقى وناكله. فهمت بقى ازاي؟ ما يبقاش فيها استفادة له. باب ما يفعل بالهدي اذا عطب في الطريق. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضباعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق. أزحفت يعني وقفت من شدة التعب، يعني بقت تحك رجليها في الأرض كده مش عايزة تمشي. أزحفت يعني ايه؟ يعني وقفت من التعب. فأزحفت عليه بالطريق فعيى بشأنها، يحاول يجرها تمشي ما تمشيش، فعيى بشأنها يعني أرهق شدة شديدة، يحاول يزقها مش عايزة تمشي، فعيى بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها،
فبقى حاملها، طب يعمل ايه؟ يشيلها بقى يوديها للكعبه؟ ما مش عايزه تمشي. طب ويعمل لها ايه؟ لا عايزه تمشي ولا هو عارف يسيبها ولا عارف يعمل فيها ايه؟ فبقى مهموم، فعي بشانها تم. افعل ايه في حال؟ اتصرف ازاي في مثل هذا الموقف؟ كيف ياتي بها؟ فقال لئن قدمت البلد لاستحفين عن ذلك. يعني يسال عن كده، لما يوصل بقى بلده هيسال العلماء بقى في مساله زي دي، لاستحفين عن ذلك، يعني اسال عن ذلك. قال فاضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه، يعني قرب على مشارف مكه. ما احنا قلنا البطحاء، البطحاء دي اللي هي ايه؟ قلنا الخيف، الخيف امبارح، والابطح والمحصب كلها اسماء واحده، اللي هي ايه الموجوده هناك ايه على اواخر منى مع مداخل مكه، يعني على مشارف مكه. فلما نزلنا البطحاء قال انطلق الى ابن عباس نتحدث اليه. قال فذكر له شان بدنته فقال على الخبير سقط. يبقى سيدنا عبد الله بن عباس قال له ايه؟ على الخبير سقط. يبقى يجوز للعالم ان يمدح نفسه حتى يعطي الثقه للسائل بفتواه دون ايه؟ كبر. يعني لما يقول له على الخبير سقطت، مش معناه ان سيدنا عبد الله بن عباس متكبر، لا، هو يريد ان يبين له انه خبير بهذه المساله حتى يثق، فلا يسال احد غيره، يوم تنتهي المساله عنده ويزيل ايه. فقال على الخبير سقط. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشرة بدنة مع رجل وامرأة وأمره فيها. يبقى النبي بعث 16 بدنة. فقال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ أم الرجل اللي هيسوق 16 بدنة للكعبة من المدينة، النبي بعته يبعث، قال له طب يا رسول الله، طب افرض واحدة منها ارهقتني ومش عايزة تمشي، ابدع عني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لم ترد المشي، اصابها شيء او طارئ امتنعت من المشي، اعمل فيها ايه؟ ويبقى ابدعت يعني كلت، ابدع منها يعني كلا، كلا تعبا. قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها اللي هي موجود في القلاد، ثم اجعله على صفحتها على رقبتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. يبقى دي الحل بتاعها، ويتركها بقى للناس يأكلوها هم، أي قوافل تيجي بعدها يأكلوها. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن علية عن ابي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة. يبقى في رواية ستة عشرة والتانية ثمان عشرة. يبقى ايه الخلاف؟ الخلاف يبقى ممكن يكون حصل عدم ضبط، او ان النبي ارسل 16 الاول ثم ارسل اثنين بعده، مش محتمل، كل ده محتمل، فما حدش يقول بقى الروايات بتتناقض يبقى النبي ما ارسلش حاجه خالص، ما ينفعش كده، يبقى ما ينفعش كده. في ناس بتفكر بالطريقه الغبيه دي. بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. وعن أبي قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن. شوف الرجل اللي سأل النبي ما كناش عارفين اسمه في الرواية الأولانية، في الرواية دي بقى عرفنا اسمه. شفت ميزة تعدد الروايات؟ يبقى تعدد الروايات أحيانا تبين لك اسم مبهم وتبين لك أمر مجمل وتوضح لك سبب الحادثة، فيبقى لابد انك انت تحصل كل الروايات وتقرأها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن اللي هو ذؤيب ابي قبيصة، ثم يقول ان عطب منها شيء
يعني قارب الهلاك، عطب منها شيء يعني قارب الهلاك. فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ونقف عند هذا الحد، وكده احنا الحمد لله هندخل على طواف الوداع، يعني قربنا نخلص الحج، لأن هنتكلم على وجوب طواف الوداع بكرة. يبقى احنا كده الحمد لله هنودع الحج وننصرف من مكة إلى المدينة إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله يسلمكم.